لم تسمح له المحكمة بخوض سباق الانتخابات الرئاسية الروسية، فقرر خوض حرب ضد فساد يديم حكم الإمبراطور أو القيصر فلاديمير بوتين، حسب ما يحلو الوصف لأليكسي نافالني المعارض الرئيس في بلاد روسيا. من أبرز شوارع موسكو شارع تفيرسكاي، اقترب نافالني هذه المرة في هذه الصور كثيرا من مقر القيصر فاعتقل، كما في هذه المشاهد. بات المدون والمحامي الشاب ذو المال ومؤسس صندوق مكافحة الفساد معتادا على أن يطرح أرضا وتقيد معصميه بعد أن قيد القضاء يديه ففشل ترشيحه. سمح له إثر ذلك بالتغريدة في تويتر أعلن لأنصاره اعتقاله، حثهم على الخروج إلى شارع تفيرسكاي مرة أخرى، فأنتم لا تخرجون من أجلي بل من أجل مستقبلكم، هكذا كتب لهم. ففي أكثر من 100 مدينة في روسيا بينها موسكو وسان بطرسبورغ خرج أنصار نافالني تحت شعار هذه ليست انتخابات بل خدعة كما يقول هذا الرجل. سننظم إضرابا وننفذ حملة دعاية كبيرة تهدف إلى خفض نسبة المشاركة في الانتخابات والتوضيح للناس بأنهم يتعرضون للخداع. هذا اليوم داهمت الشرطة مقر حملة نافالني في موسكو مستخدمة آلات حادة، قالت إن لديها بلاغا بوجود قنبلة، كما قاطعت بث قناتها على الإنترنت كما في هذه الصور. Как вас зовут, скажите? Я понимаю, есть угроза взрыва. Как вас зовут? Вы так и не показали удостоверение. Хорошо, удостоверение ваше покажете? Покажете удостоверение? Как к вам обращаться, скажите? Вот давайте здесь, скажите. من بين الوصف الذي يحلو لكثيرين من المراقبين للشأن الروسي، هناك من يرى في نافالني نسخة روسية لدونالد ترامب. هو أيضا شعبوي وذو نعرة عنصرية طالت المسلمين والقوقاز تحديدا. عزا مشاكل روسيا إلى الهجرة غير الشرعية لمواطني دول الاتحاد السوفيتي السابق. هو من الداعين لإنقاذ الاقتصاد من فساد النخبة السياسية. نافالني مؤمن كذلك أنه حتى لو سمح له بأن يقف في مواجهة بوتين في الانتخابات فلن يفوز، فبوتين كما يرى نافالني يريد أن يبقى رئيسا مدى الحياة. أما رد القيصر لمواطنيه تذكيرهم بأنكم إذا أردتم أن لا تكون روسيا كأوكرانيا فانتخبوني. الرجل هنا يرهب شعبه ويحذر من تدخل أجنبي أمريكي خصوصا في الانتخابات المقبلة. قبل شهرين من الانتخابات المقررة في 18 من مارس آذار المقبل، ليس أمام بوتين الآن سوى الوجوه ذاتها في كل انتخابات. حليفه اليميني فلاديمير جيرنوفسكي والإعلامية الحسناء كسينيا سابتشاك ينضم إليهما هذه المرة جيش صغير من حسناوات أخريات. الانتخابات يغيب عنها هذه المرة زعيم الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف الذي فسح المجال لنائبه لمواجهة إمبراطور محصن بجبروت سلطة وناخبين يحلمون بعودة القوة السوفيتية ببقاء ابنها البار رجل الكجبة بوتين. إليكم فداء وجمال. شكرا.